الجامعة التونسية ما هيش إخوان جينا. برع تونس برع هذه جت في إطار قرار الديوان السياسي توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2. وأبرز أهداف اعتصام الغضب 2 هي أنه ننظفوا المناخ الانتخابي ونتخلصوا من الأذرع متاع الفساد السياسي اللي في كل مرة تخرج لنا نتائج انتخابات لا تتلائم مع إرادة الشعب التونسي. وأول ذراع من أذرع الفساد السياسي هي الجمعيات المشبوهة وفروع الجمعيات الأجنبية اللي تم غرسها من طرف الترويكا ومن طرف الغنوشي وزمرته في تونس، واللي هي تضخ أموال كبيرة في البلاد، والمسالك متاع الأموال ومسالك صرف الأموال ومن ينتفع بهذه الأموال معروف أنه هو العمل السياسي. الجامعة التونسية جامعة مركبية.